أبدأ بالأدب اللي خلق خلق كل إشي من علق ساق النور بعد الغزق أبدأ هاجسي والقصيد أبدأ مرتية والفؤاد بالأحسان الصابة سواد أحسان أعلانت للحداد ما تشهم ذي كان يجيد. هذه الشيلة مرثية بوفاة الشيخ ناجي أحمد صالح الخولاني، مرسلة من الأخ أبو صقر معاذ الدميني إلى أبناء الفقيد وأخوانه وأولاد أخوانه وجميع محبين الفقيد عليه رحمة الله تغشاه. كلمات الشاعر محمد القطوي أبو نزار أداء أبو حنظلة. مات الشيخ ناجي رحال من بعد عن نجمه أفال، أبكى القلب قبل المقال أحزاني بجوفي وقيد. مات الشهم مولى الكرام مات الحصن ذاك الأشام، دمع العين قد سال دام وتجمد دامي في الوريد. أبدأ بالأدني خلق خلق كل إشي من علق ساق النور بعد الغزق أبدأ هاجسي والقصيد أبدأ مرثية والفؤاد بالأحزان صابه سواد بعد أعلانت للحداد ما تشهم ذي كان يجيد. يا أبو صقر من نقبله وارسلها لأبو حنظله، يا أبو حنظله سجله سجلها في لحن فريد. الأحزان في داخلي قلبي يوم ما عاد سري، يا أبو صقر كيف أعملي حزني وسط صدري شديد. مات الشيخ ناجي الأسد مثله أبد ما نجد، من ينكر فضله جحد أو ينكر خصال الحميد. مات الشيخ ناجي رحل من بعد أن نجمه أبل، أبكى القلب قبل المقال أحزاني بجوفي وقيد. مات الشهم ذاك الذهب مال القبيلة والنسب، في موته باكى حصن حب وابكى الصخر ذاك العنيد. مات الشهم مال الكرم مات الحصن ذاك الأشم، دمع العين قد سال دم وتجمد دمي بالوريد. مات المرجعي الصحيح ذاك الكون عند الفسيح، قلبي وسط صدري جريح ينزف من جراحه صديد. منطيف ساكن في القلب فعل الخير دايم دؤوب، دايم كان صدره رحوب هذا الشيخ ناجي أكيد. مال القلب خلى دمعتي ساكبة، خلتني دارك صاحبة شل هالموت مني بعيد. من كثر الأسى والحزن ما ذاقت عيون الوسن، حسيت ان صدر طعن يا حزني عليك يا الفقيد. طعنه وسط ظهره أحس للمغرب فاقف قد جلس، جاء الموت فجأة وتعس واصبح وسط قبره وحيد. الذبحة سبب ما حصل سبب موت خان البطل، قد حان القضاء والأجل والله يفعل اللي يريد. أصبح وسط قبره مريب ما فاته علاج الطبيب، خلص صدري الهب لهيب بالأحزان يرعد رعيد. يا رب ارحمه يا رحيم واجعل قبره روضة نعيم، في الجنة خالي مقيم يتنعم بحب الحصيد. سألك ترحمه يا غفور بدل ظلمة القبر نور، يسكن عاليات القصور في الفردوس قصره مشيد. جنب الحور خير الحسان في الفردوس عالي الجنان، وانظر له بنظرة حنان يا رب اكرمه بالمزيد. يشرب من يد المصطفى شربه يرتاوي واكتفى، في كاسه بريق الصفا في الجنة عيشه رقيد. هذا المرثية مننا توصل كل أخوالنا أخوانه وأحبابنا ولاده توصل والحفيد. واختم بالصلاة والسلام من ربي توصل لك دوام، لخير البشر والأنام يشفع لي في يوم الوعيد.